فجر رجاء الله السلمي مفاجأة سارة إلى جماهير الكرة السعودية بعد عودة دور المحترفين بشكل رسمي. واتحاد الكرة حدد يوم 4 أغسطس القادم لعودة دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد قرار وزارة الرياضة برفع الحظر عن النشاط ابتداء من 21 يونيو الجاري. وكشف السلمي في تصريحات صحفية عن أن عودة الجماهير إلى المباريات ستخضع للمراجعة الدورية مع الجهات المسؤولة. وتصريح السلمي يفتح الأمل أمام احتمالية عودة الجماهير في الموسم الحالي في حال استقرار الأوضاع الصحية والسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من بيان اتحاد الكرة بأن جميع اللقاءات ستلعب بدون حضور مشجعين. وأشار وكيل وزارة الرياضة إلى أن المسؤولين عن اللعبة الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية سيعلنون عن بروتوكول خاص لعودة المنافسات من جديد خلال 48 ساعة. وشدد السلمي على أن كل الأندية ستكون ملزمة باتباع البروتوكول الذي سيتم الإعلان عنه، لافتا إلى أن من يخالفه سيتعرض لعقوبة شديدة. وجه النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا متوسط ميدان نادي الأهلي السعودي رسالة إلى جماهيره بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتقارير برازيلية أعلنت في الساعات القليلة الماضية تأخر عودة دي سوزا إلى المملكة العربية السعودية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي ضرب جميع دول العالم منذ أواخر العام الماضي. وفي البداية شكر دي سوزا عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر كل عشاقه على رسائل الدعم التي تلقاها في الساعات الماضية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا. وكشف نجم الأهلي عن أنه في حالة صحية جيدة ويتواجد في العزل المنزلي حاليا. وأعلن جوزيف دي سوزا عودته إلى المملكة العربية السعودية والتدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم قريبا جدا. وغير بعيد عن الراقي، أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة قرارا ناريا بالتزامن مع استئناف النشاط الرياضي من جديد لموسم 2019-2020. وكشف الأهلي في بيان رسمي عن منع دخول أي شخص مقر النادي في مدينة جدة إلا بعد تحميل التطبيقات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الطبية على الهواتف المحمولة. وشدد النادي على أن هذه الخطوة تأتي في الأساس للحفاظ على سلامة وصحة جميع منسوبي الأهلي في ظل الأزمة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد. شددت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية صباح اليوم أن نادي النصر بات قريبا من الحصول على خدمات النجم يونس بلهندا صانع ألعاب غلطة سرايا التركي وسط اهتمام الهلال. والدولي المغربي البالغ من العمر 30 سنة خاض تجارب احترافية ناجحة بين عمالقة الكرة الأوروبية في مسيرته الطويلة مع كرة القدم. ادافع عن شعار كل من مونبولي ودينامو كييف وشالكا ونيس وغلطة سراي على الترتيب خلال 7 مواسم رياضية. وكشفت صحيفة هابرلر التركية منذ قليل نقلا عن فرانس فوتبول الشهيرة أن العالمي ما زال يصر على ضم يونس بلهندا في ظل أنباء رحيله عن صفوف غلطة سراي بعدما دخل في مشادات ساخنة مع جماهير فريقه، والتي كان آخرها تلقى انتقادات قاسية بسبب تراجع مستوياته. الصحيفة نقلت تعليقات الجماهير التركية السلبية على ما قدمه اللاعب ضد أسطنبول أمس الأحد في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري التركي، حيث تعادل الطرفان في قمة المباريات بهدف لمثله. وتابعت الصحيفة أن غلطة سراي يود المضي قدما نحو إتمام صفقة
صفقة رحيله إلى منافسات دوري المحترفين بالمملكة العربية السعودية، في ظل توقعات تفيد بأن الصفقة ستتم بمقابل مادي ضخم يصل إلى 7 ملايين يورو، مما يوفر على خزائن العملاق التركي 4 ملايين، وهي قيمة الراتب السنوي الذي يتقاضاه المغربي. وزعمت أيضا أن الهلال تراجع بصورة ملحوظة عن ضم بالهندا، بينما يواصل النصر محاولاته الجادة نحو التعاقد معه. يشار إلى أن النصر كشف في أوقات سابقة عن أنه لن يجري أي تغييرات على قائمة محترفيه الأجانب، رغم ذلك يظل تأكيد مجلة بحجم فرانس فوتبول على حقيقة المفاوضات أمرا يلفت الانتباه، خاصة أن المجلة الفرنسية تعرف دوما بأنها جديرة بالثقة فيما يتعلق بأخبار نجوم شمال إفريقيا. حسم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مصير الأسطورة محمد الشلهوب والنجم نواف العابد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، ويفتح باب الميركاتو الصيفي 2020 خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة رفع الحظر عن النشاط المتوقف منذ مارس الماضي. ووفقا لتقارير صحفية اليوم، وجهت إدارة الهلال الشكر بشكل رسمي للشلهوب للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020. وأشارت المصادر إلى أن الموسم الحالي سيكون الأخير للشلهوب الذي سيعلن اعتزاله رسميا في أواخر شهر سبتمبر القادم. والشلهوب البالغ من العمر 38 سنة أحد أبناء نادي الهلال الأوفياء الذين تدرجوا في مختلف فئات السنية قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 1998. وحقق الشلهوب على مدار 22 سنة كاملة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ما يقرب من 32 بطولة سواء محلية أو إقليمية أو قارية، كما ظهر في مونديال الأندية أخيرا والتي أقيمت في الدوحة القطرية عام 2019. وفي سياق آخر، أعلنت صحيفة الوطن استغناء الهلال بشكل نهائي عن الثنائي نواف العابد وعبد الله الحافظ في الميركاتو الصيفي الحالي. وأوضحت الصحيفة أن الهلال سيستغل العابد والحافظ للدخول في صفقات تبادلية بالميركاتو الصيفي، وحال فشل في ذلك سيتم عرضهما للبيع. جدير بالذكر أن العابد عانى من عديد الإصابات في الفترة الماضية، الأمر الذي جعله يبتعد عن التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم. ورغم أنباء رحيله باستمرار، إلا أن اللاعب أعلن في أكثر من مناسبة تمسكه بالبقاء مع الهلال، بينما الحافظ الذي تم إعارته في الموسم الرياضي الماضي لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيل الهلال، وهو الأمر الذي سيزداد صعوبة خلال الموسم الجديد وفي أعقاب عودة متعب المفرج إلى قلعة الزعيم. قام النجم الدولي هاتان بهابري صانع ألعاب نادي الهلال بخطوة أخيرة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وضرب فيروس كورونا المستجد والذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي قبل أن يتفشى في جميع دول العالم العديد من نجوم أندية دوري المحترفين السعودي، وذلك قبل 40 يوما تقريبا من استئناف دوري المحترفين. وأجرى بهابري البالغ من العمر 28 سنة اليوم فحصا أخيرا للتأكد من تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا، وذلك بعد تحسن حالته في الأيام الماضية. ومن المتوقع انخراط بهابري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد ظهور نتائج الفحص خلال اليومين المقبلين. وغير بعيد عن الزعيم، أعلن نادي الهلال بشكل رسمي
الرسمية تمديد عقدي محمد الشلهوب وصالح الشهري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم. وينتهي عقد الشلهوب والشهري مع نادي الهلال في 30 من يونيو الجاري، إلا أن الإدارة الهلالية فتحت خط مفاوضات مكثف معهما للبقاء حتى نهاية الموسم الحالي. وكشف الهلال في بيان رسمي عن موافقة الثنائي على البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم حتى منتصف سبتمبر القادم، وهو موعد نهاية الموسم الحالي الممتد لتعويض فترة التوقف. أما الشهري فقد انضم إلى نادي الهلال في الصيف الماضي قادما من الرائد لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة. وفتحت إدارة الرائد المزاد على الشهري معلنة بيعه في الصيف الحالي للفريق الذي يقدم أعلى مبلغ مالي. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.